رأيي الصح. لا لا رأيي أنا الصح. لا أنا لا أنت ولا هو ولا أي حدا. رأيي أنا الصح. طولوا بالكم يا جماعة، مش هيك الحوار. اليوم بدي أحكي لكم عن كيف نتقبل الآخر والرأي الآخر. تتراجع ثقافة تقبل الرأي الآخر يوم بعد يوم في وقت بيرفض فيه الكثير من الأشخاص وجهات النظر الثانية إن كانت مغايرة أو مختلفة عن رأيهم وما بتتماشى معهم. المشكلة بطلت بس بتقبل الرأي الثاني، بالعكس صارت إنه اللي بيخالف الرأي بيتعرض لهجوم وإقصاء. هذا غير عن الاتهامات وتخوينه والتنمر عليه والمسخر عليه. هذا الحكي مش بس بيكون قدام بعض، بيكون من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وهي عززت كتير غياب ثقافة تقبل الرأي الآخر، وصارت فيها مساحة واسعة للحرب وإطلاق عبارات مهينة على كل شخص بيخالف رأيي أو رأي المجموعة أو قرر إنه يعبر عن رأيه ووجهة نظره، وعلى مبدأ مش معي إذن أنت ضدي. بتحتد النقاشات وبتتطور لمشاكل كبيرة بين الأشخاص وخلافات شخصية عميقة بس لمجرد إنه عبر عن رأيه، وممكن توصل كمان إنه ينحذف من قائمة الأصدقاء. ونسينا إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. هذا غير عن ثقافة الأنا والغرور اللي عنا، وما بنعطي الآخرين فرصة للتعبير عن رأيهم واحترامهم. وهذا المجتمع الفردي المنغلق القائم على الأنا. لازم نتدرب على تقبل الآخر والرأي الآخر، وهذا بيبدأ من بيتنا كأهل. لازم نتعلم ونعلم إن كل إنسان له شخصيته ومبادئه، والحياة مش إلنا لحالنا. من أهم مظاهر احترام الرأي هو الالتزام الشخص بأداب الكلام، وإنه نبعد عن التعصب والاستهزاء والسخرية والتهميش، وإنه النقد يكون بس موجه للفكرة مو للشخص اللي بيحكي رأيه. وغالبا بتكون نتيجة الحوار هي إما إنه نقنع الآخرين بشو عنا من رأي، أو إنه بينتهي النقاش بشكل ودي وبكل احترام. وتذكروا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.